السلام عليكم يوتيوب. هلا يا رابع. اليوم نبي نقول لكم عن نتحكى عن التشيت ميل. مو تشيت دي، احنا ما عندنا تشيت دي، عندنا تشيت ميل. صح طاس؟ تشيت ميل. لان وايد اوادم يعني انا من هالاوادم يعني ان اتملل اذا قاعد اكل صحي حق فتره طويله. وقبل كنت اكل يعني كل يوم اكلات صحيه وكل يوم قمبلي، يعني تقريبا حق 6 اشهر ما اكل ولا شيء يعني مو بصحي. وصادني في هالفتره رجعت حق الاكل اللي مو بصحي بقوه، عرفت يعني؟ رجعت بدل ما اكل بيتزا في الاسبوع كنت اكل بيتزا 3 مرات في الاسبوع، لان حرام تروحي منه، فرجعت له بقوه. فانا اقول حق الاوادم انه ما له داعي يعني تخلي حياتك كلها اكل صحيه وذي. لازم عندك يوم في الاسبوع نفس ما احنا نسوي، يوم في الاسبوع، يوم في الاسبوع تاكل لك تشيت ميل. صح. عاد هاي اليوم في الاسبوع حق واحد قاعد يكون عضل رايح الجيم، عاد انت بتضعف سوها مره كل 4 اسابيع، مره كل 3 اسابيع، اسبوعين ما تقدر. بس اذا كل اسبوع تاكل تشيت ميل حق اذا تبي تضعف حاجة، مو بودي بيلدينج شيء ثاني، مو بتبني عضل. صح. اذا تبي تضعف مره في اسبوعين، مره في اسبوعين احسن، مره في اسبوعين خذ لك تشيت ميل واحد. والتشيت ميل انا بنقول ان التشيت ميل تقدر يعني يكون شنو يا اخي؟ احنا شنو التشيت ميل مالنا؟ يعني من ناحيه تاكل برجر، نزلنا برجر من قول برجر ماكدونالد او برجر كينج او اي مكان، يعني KFC مثلا لفاطرك، ولا بيتزا، ولا بيتزا دومينوز مثلا. بس اهم شيء ان تاكل التشيت ميل مالك 4 ساعات قبل لا تنام. انك كل ما تاخرت وكلت قبل لا ترقى مثلا بنص ساعه ولا ساعه، هذا اكل كامل بصير فات، وراي الاكل التشيت ميل فات بس بسبب انه بيتحول في جسمك كشحم. لان في الليل الجسم كذي، يعني اي شيء تدخل فيه في الليل يتحول دايركتلي شحم، يعني خاصه الكارب. واكثر شيء يعني اذا تاكل خمام مثلا، الكارب والشجر والفات، يعني الشجر والفات والكارب والفات بيتحول شحم دايركتلي في جسمك في الليل. احنا قاعد حتى قبل لا ترقد. اما اذا بتاكله مثلا نقول تشيت ميل بتخلي التشيت ميل يكون ريوق، ولا مثلا غدا، احنا نفضل يعني انه يكون على الغدا التشيت ميل مالك. حتى لو عشاء بس من وقت على الاقل الساعه 8 تلاقي الساعه 11 8 ولا 7 احسن، بعد 7 يكون التشيت ميل احسن. وبس يعني كنا بنقول لك انه مو يعني تحرم روحك، لا تحرم روحك، لا تحرم روحك، لان اذا حرمت روحك من الاكلات اللي انت تحبها. طبعا ما في احد ما يحب بيتزا، ما في احد ما يحب ماكدونالد، ما في احد ما يحب تشيز بارجر، ما في احد يعني لازم يعني كل من يحب هالاكلات يعني ما يصير تحرم روحك منها. وبس المهم شوف بعد في شيء مهم، انه اذا حرمت روحك من واجب دسمه، اذا جسمك تعود انه ياكل اشياء صحيه ومره واحده اخذت مثلا نقول وقفت عن الاشياء الواسخه حق شهرين، ومره واحده دخلت وكلت مثلا ماكدونالد بيتزا السوالف، فجسمك متعود ان تاكل اكل صحي، فمني شلون ايش بيصير بجسمك؟ بياخذ الفات بطريقه مو طبيعيه، ان جسمك مو متعود. فاس المغزى ان تحتاج التشيت ميل، مو تحتاجه. لان الجسم شنو يصيد اذا عودت على كل اكلات صحيه؟ لان بتاكل شيء مو بصحي مره واحده جسمك بيصيده نفس الشوك، بيستغرب انه هاي شنو ذي اللي انت مدخل لي في جسمي. فبتصيدك وايد الم، بيصيدك الم بطن اكيد، هاي شيء 1000% يعني بيصيدك الم بطن. وبياثر فيك الاكل اللي كلته الجنك فود، بياثر فيك ازيد ما كنت انت قبل تاكله، يعني بيصيدك الم في بطنك، يمكن بعد يصيدك اسهال، ويمكن بعد يصيدك انه ما تقدر ترقد في الليل بسبب كثر ما انت مثقل على الجانك فود. فاحنا ننصح يعني مره في الاسبوع عشان جسمك يتاقلم على انه يدش له خمام مني من هناك. بس المغزى من الفيديو انه وايد من كل شيء مو بزين، حتى وايد من كل شيء زين مو بزين، وايد من الماي مو بزين، حتى الماي اي شيء 3 لتر كفايه، مو ازيد، ازيد بتصيدك امراض. يعني كل شيء زياده منه مو بزين، كل يوم تتمرن مو بزين، لازم تريح. المهم الحين خلصنا الفيديو، اكل عادل، خليك هيلثي، واستانس في التشيت ميل مالك، خلي تشيت ميل مو تشيت دي، صيحه منه تشيت ميل مو تشيت دي، مو طول اليوم تخربه، ريح عليه. فبس لايك كومنت سبسكرايب، خليك وحش. لازم تكون وحش.